راسخة لابن الريف بأنه ينعم بحياة سعيدة مرتاح البال في أحضان الطبيعة ونقاء النسائم والهدوء اللامتناهي. فإلى أي مدى تكون هذه النظرة صائبة يا ترى؟ حياة الريف تحمل في طياتها الكثير من متناقضات الحياة، فبين الحياة العصرية التي فرضت على الجميع وبين الحياة المتواضعة التي عاشها أجدادنا يوجد حيز واسع. ابن الريف يجمع بين المرحلتين في حياته، حيث أصبحت حياة الفلاح الريفي أكثر تعقيداً من ذي قبل، فاختفت تلك المنازل الطينية بسيطة الأثاث وحل مكانها المنازل الإسمنتية. وكما أن لكل أمر نواحٍ عدة من حيث الإيجابيات والسلبيات، هكذا هو الحال مع حياة الفلاح. فنجد أن بعض الثروات الحيوانية والزراعية شهدت تراجعاً بسبب ارتفاع التكاليف، وبالمقابل تسبب ارتفاع المعيشة بانتقال بعض شباب الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل هناك. قرر الانتقال إلى الاستثمار في الأراضي الزراعية وزراعة الأشجار المثمرة. كاميرا الفرات حاولت أن تلتقط لكم أجواء ريفية أخاذة لنبين لكم أنه مهما واجه الريفي من مصاعب يبقى لجمال الريف وهدوئه طبعاً خاصاً وسمة لا محيد عنها. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.